طيب، وزارة التموين قررت إنها تمد فترة العمل في الأوكازيون الصيفي لحد أول أكتوبر. المحلات اللي عاوزة تشارك في هذا الأوكازيون لازم بتاخد تصريح من مديريات التموين، ولازم كمان تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض. خلينا نروح نعرف تفاصيل أكتر عن الأوكازيون الصيفي اللي هيكمل معانا لحد أول أكتوبر من الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين. هو موجود دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. عاوز أعرف من يحدد الأسعار، هل هي وزارة التموين، هل هي أصحاب المنشآت التجارية المشاركة، وإزاي كمان الأسر ما تبقاش قلقانة من جودة المعروضات داخل الأوكازيون، يعني التزام العارضين بالأسعار وبالجودة. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بالنسبة فندم لتحديد نسب الخصم، هي أمر متاح لجميع السادة التجار. وزارة التموين ليس لها دخل من قريب أو بعيد في تحديد هذه النسبة، ولكن شريطة التزام السادة التجار بهذه النسبة وأي تجاوز في النسب ديت اللي هو بيعملها للسادة الجمهور بيتم محاسبته فورا، لان هي اختياريه بالنسبه للتاجر. زي بالظبط كده دخوله الاوكازيون هو برضه بمحض ارادته واختياره الشخصي دون اجبار من وزاره التموين. حضرتك حتى الان دلوقتي يمكن دخل في الاوكازيون 3000 محل، واحنا برضه لسه في رصد يومي لعدد المحلات، ممكن اتجاوز اكتر من كده كمان يعني. انا بس كان سؤالي فيما يتعلق بمساله التخفيضات، انه كتير من الناس يقولوا ان دي ما كانتش الاسعار الحقيقيه، يعني عايزين يتاكدوا ان في نسبه خصم حقيقي، علشان كده كنت بسال حضرتك من يحدد نسبه الخصم. تمام يا فندم. احب برضه انوه من خلال برنامج حضرتك المحترم ان دايما معايا الدكتور وزيد بيراهن على وعي الساده المستهلكين. بمعنى احنا من خلال برضه الرصد اليومي اكتشفنا ان الساده المستهلكين قد الاوكازيون بينزلوا يتفرجوا على المحلات اللي هم ناويين يشتروا منها اثناء فتره الاوكازيون، وبيدخل محل بيقارن بين السعر اللي هو شافه قبل الاوكازيون والسعر الحالي، واي مخالفه هم بيتصلوا بنا على طول، بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد من يخالف هذه النسب. صحيح. طيب استاذ احمد، يعني المحل التجاري اللي عايز يشترك في هذا الاوكازيون، ايه الاجراء اللي ممكن يعمله؟ يتواصل معاكم ازاي؟ هل في ورق معين؟ هل في شكل معين؟ وبيحدد السعر ازاي؟ هو تيسيرا على سيادة التجار مع الدكتور وزير أمر بأن كل محل موجود داخل نطاق أي مديرية بيتوجه للمديرية، ما يجيش الوزارة عندنا، وفي خلال فترة وجيزة جدا بياخد التصريح. الأوراق المطلوب منه حاجات بسيطة زي السجل التجاري، البطاقة الضريبية، البطاقة رقم مقامه، والهدف بس من الحاجة دي إن احنا بنتأكد إن المحل دوت داخل ضمن الاقتصاد الرسمي وليس الاقتصاد الموازي، لأن ما ينفعش أدي البائع جائل اللي هم البائع جائلين دوت ترخيص، استحالة طبعا، لان ده اقتصاد موازي. هي دي الاجراءات بس اللي بيتم اخذها ساعه الوصول للمديريه لاخذ التصريح. اجراءات بسيطه وسهله جدا لكل الساده التجار. وهل يعني السعر ده حضرتك اللي بتحدده ولا هو اللي بيحدده؟ بيبقى على اي اساس برضه؟ ده سؤال مهم. هو نسبه الخصم هو اللي بيحددها في الطلب بتاعه. ولكن احنا دورنا رقابي عليه اذا كان النسبه ديت وهميه ولا حقيقيه. اذا كانت حقيقيه احنا بنشكره، لو وهميه طبعا بيتم عمل محضر وعرضه على السيد وكيل النائب العام، وبعد كده حضرتك بقى بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده. طيب استاذ احمد، انا كنت عايزه اروح مع حضرتك لمساله الاتاحه، لانه يمكن مهم جدا دلوقتي ان احنا نطمن على انه في توافر للسلع في الاوكازيون. طبعا يا فندم، جميع المعروضات اللي موجوده في الاوكازيون دلوقتي هي نفس المعروضات اللي كانت موجوده قبل الاوكازيون، ودي احد انشطتنا الرئيسيه اللي هي الرقابه على البضاعه. احنا بس مش رقابه على اسعار يا فندم ولا نسب الخصم، احنا رقابه على جوده البضاعه اللي موجوده في المحلات والمعروضه على جميع الساده المستهلكين. اذا ما اكتشفنا بمحض الشك ان في بضاعه مش مظبوطه، احنا بيتم سحب عينه وبيتم تحليلها في احد المعامل وبنستنى نتيجة. إذا كانت صالحة خلاص برجعها له، إذا كانت غير صالحة أو فيها دفوهات بيتم أساسا التحفظ على جميع الكمية وعمل محضر بها لعرض على السيد وكيل النائب العام. عايزة أسأل حضرتك عن شكل الرقابة دي، يعني بيكون عامل إزاي؟ إزاي بتكتشفه ده؟ طيب، هو حضرتك أنا بحب أطمن السادة المواطنين إن الرقابة موجودة طوال أيام السنة، ولكن بيتم تكثيفها خلال فترات المناسبات اللي بتعيشها مصر، وعلى سبيل المثال الأوكازيون الصيفي والشتوي، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الميلاد، عيد القيامة، دخول المدارس، المولد النبوي، كل دي مناسبات بتعيشها مصر. إذا وزارة التموين هي أصبحت وزارة
بتعيش في حملات مكثفة طوال العام هدفها حاجة واحدة بس، حماية المستهلكين. اكتشاف بقى يا فندم عامل زكاة النسبة دي وهمية أو مش وهمية، دي سهلة جدا بالنسبة للسادة المفتشين. بيتم الفحص من خلال بنات البيع من شهر سابق، إذا ما كانتش موجودة بيتم الفحص من خلال بنات الشراء اللي هو اشترى بها البضاعة، وبنشوف نسبة الهامش الربح بتاعه خلال الأوكازيون ونسبة الهامش بتاعه قبل الأوكازيون، وبنقارن بين الاثنين، فبتبقى سهولة جدا بالنسبة للسادة المفتشين بيكتشفوها يعني. طيب المواطن اللي عايز يعرف الاماكن الخاصه بهذه المحلات المشتركه في الاوكازيون يعمل ايه؟ هل في خريطه موجوده على الانترنت؟ هل في توضيح معين اعرفها ازاي؟ هل هي موضحه ده يعني على ابواب محلاتها او في شكل معين لده؟ بالطبع يا فندم، كل محل بياخد تصريح بيعلق البروشور بتاعه على المحل بتاعه، بيكتب نسبه الخصم بتاعته. اذا الراجل دوت داخل في المنظومه اللي احنا عاملينها. طب لو اكتشفنا ان واحد عامل نسبه خصم بس مش واخد تصريح من وزاره التموين، ده بيبقى فيه مخالفه، ولكن بتبقى مخالفه بسيطه طالما اذا كانت الاوراق عنده سليمه والنسب بتاعته حقيقيه وليست وهميه. بناخد هنا بقى حضرتك بروح القانون، يعني ما بنعملوش زي التاجر اللي هو عامل نسبه وهميه بيغش بيها الساده المواطنين، اللي دوت احنا بنعتبره سلوك مخادع. السلوك المخادع في حكم القانون لا، في عقوبات السيد وكيل النائب العام بيوقعها عليه بتتراوح بين 50,000 ل 2 مليون جنيه، ده في حاله النسب الوهميه. ده في حاجه كمان ثانيه اكتر، لو الراجل التاجر، احنا بنقول بعض الساده التجار وليس كل الساده التجار، لو ما اداش فاتوره للمواطنين، لا يا فندم بيتم برضه عمل محض ويتم عرضه على وكيل السيد النائب العام. طيب استاذ احمد، احنا بنرفع شعار حمايه المستهلك، المستهلك ده يعمل ايه لو تعرض لاي شيء من اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ فين يتقدم بالشكوى؟ يعمل ايه؟ يروح لمين؟ بمنتهى السهولة جدا يا فندم، في خط ساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 تمام. وفي خط أرضي للإدارة اللي أنا بأشرف برئاستها 2794-2683. ويتقدم بشكوى بالتليفون، مش لازم يجي لي، بالتليفون، وأقرب حملة لمكان الشكوى بيتم التعامل معه. تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين.